أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. نستكمل هذا الحديث حول دور المرأة الفلسطينية في صنع القرار ومشاركتها. بالتأكيد أعود وأرحب بك مرة أخرى دكتورة عبير ثابت. يعني دكتورة، كنا نتحدث عن المعيقات ربما التي تواجه المرأة الفلسطينية. هناك ازدواجية في التعامل، يعني ذكرتي بأنه موضوع الذكورية في المجتمع الفلسطيني موضوع من أكثر الموضوعات التي ربما يشكل عائق. الآن يعني مع التوسع في استخدام التكنولوجيا وسائل الاتصال أصبح هناك ازدواجية أعتقد بأنها ليست في صالح المرأة. كيف تفسري هذا؟ بالنسبة للثورة، الثورة التكنولوجية والثورة الإعلامية أثرت بشكل مباشر على كافة مكونات المجتمع. نعم. وكما أسلفنا أن المرأة جزء من هذا المكون، فأثرت على المجالات المعرفية السلوكية الانفعالية، ولكن المرأة تمكنت في هذه الجزئية من استغلال قضية التكنولوجيا في تعزيز دورها وفي إيصال رسالتها وتوعية الجمهور بحقوقها ومكانتها. ولكن نعود نتحدث أنه إحنا دائما المرأة تصطدم بالحاجز الذكوري، بالمجتمع الذكوري الذي ينظر إلى المرأة أنها وعاء إنجاب فقط. نعم، يعني هذه مشكلة كبيرة. عندما نتحدث عن كم الإنجازات الكبيرة الذي حققته المرأة الفلسطينية ونقف عند هذا الحد كونها وعاء إنجاب، هذا معناه أنه يعني ربما أيضا المرأة الفلسطينية قصرت في التعبير عن نفسها. لماذا على الرغم من كل هذه الإنجازات والآن هي تشارك في صنع القرار إلى حد معين ليس بالشكل المطلوب، هناك مؤسسات نسوية كثيرة تحاول أن تؤهل النساء لكل ما قد تتعرض له، مشاركة سياسية، مشاركة مجتمعية وغير ذلك، لكن حتى الآن عندما نتحدث ونقول بأن أنه ما زالت هناك مشكلة، إذا نحن أمام مشكلة حقيقية يجب الوقوف عندها. لماذا لا نحقق كل هذا الإنجاز مع الحراك النسوي؟ المرأة على طول التاريخ الفلسطيني هي شريك الرجل، فالتاريخ الفلسطيني مليء بالتجارب النسوية التي تعتبر نموذج مثالي يقتضى فيه بكافة حركات التحرر بالعالم. فلو تحدثنا، بدأت ظهر المرأة الفلسطينية من القرن 19، حيث تمكنت المرأة الفلسطينية من تنظيم أول احتجاج عام 1893 ضد أول استيطان يهودي، ضد الاستيطان اليهودي في منطقة العفولة. نعم. وأيضا تمكنت من عقد أول مؤتمر نسوي عام 1929 بالضفة الغربية. تاريخ النضال الفلسطيني يشهد للمرأة بإنجازاتها ومساواتها للرجل. وفي التاريخ النضال الفلسطيني المرأة عملت بشكل مزدوج. النقطة الأولى، ناضلت بجنب الرجل ضد الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله، وأيضا شكلت عنصر حماية للرجل بأنه حافظت على الأسرة. عقدت المرأة تعقد العديد من المؤتمرات والندوات السياسية ورش العمل لتحقيق المساواة وتحقيق الديمقراطية حسب القوانين والتشريعات الدولي والذي يعترف فيها القانون الأساسي الفلسطيني. ولكن نحن هنا كما تحدثت أمام مشكلة بالأساس، القوانين، قانون التشريعات. يعني لو نجي نحكي جزئية القوانين، الآن القانون الأساسي الفلسطيني يلزم السلطة الوطنية الفلسطينية وضرورة الاعتراف بكافة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان. القانون الفلسطيني، قانون الانتخاب، نعم، نص على أنه يحق لكل فلسطيني وفلسطينية بالمشاركة في الانتخابات وفق الشروط المنصوص عليها. ولكن في جزئية القانون الفلسطيني لم يطبق كما تم منصوص عليه، ولكن قام تقسيم الدوائر، تقسيم المناطق إلى دوائر، 16 دائرة انتخابية. حينما تم تقسيم الوطن إلى دوائر، لم تتمكن المرأة من أخذ فرصتها. نعم. حين نتحدث عن مجتمع ذكوري وأحزاب أساساً هي جزء من هذا المجتمع، لم تسمح لترشيح امرأة أو اثنتين، خاصة إذا كنت تحدثنا عن الدائرة مسموح لها شخص أو جزئين، يعني ما راح تجازف الدائرة بترشيح امرأة. نعم. فبالإضافة إلى قوانين التشريعات، المجتمع المدني أيضاً لم ينصف المرأة بشكل كامل. الموروث الثقافي من عادات وتقاليد كان حاجز أمام تقدم المرأة. برغم من كل ذلك إلا أنه المؤسسات النسوية ما زالت تعمل،
لإيصال صوتها وإيصال رسالتها. وهذا لاحظناه في عملية الانقسام، الانقسام الفلسطيني. فكما نعلم أن الانقسام الفلسطيني أثر على كل مكونات المجتمع الفلسطيني، وبشكل أساس أثر على المرأة الفلسطينية، وبشكل خاص على أثر على المرأة الغزية. المرأة الغزية التي تعاني معاناة استثنائية، تعاني من الفقر والبطالة والحصار، وأيضا تعاني من غياب القانون الداخلي، بالإضافة إلى ذلك غياب القانون الداخلي الذي صنع حاضنة تكرس التفرقة العنصرية ضد المرأة وتكرس التمييز العنصري ضدها. بالرغم من كل ذلك إلا أنه النساء هي من قادت الاحتجاج الأسبوعي، الحركات النسوية كانت تقود احتجاج أسبوعي كل يوم ثلاثاء أمام المجلس التشريعي، ورفعت شعار النساء يردن إنهاء الانقسام. وتم قمع النساء في هذه الاحتجاجات، لأنها لم تتوقف واستمرت في احتجاجاتها إلى أن تم تشكيل حكومة الوفاق. المرأة لم تتوقف عند ذلك، بل في ملف المصالحة، خاصة في ملف المصالحة المجتمعية، إذن نتحدث عن المصالحة المجتمعية، في عدة مؤتمرات، وآخر مؤتمر اللي تم تنظيمه ما بين الضفة وغزة وشاركت فيه مئات النسوة، خرج بتوصيات من أهمها ضرورة إلزام الطرفين باتفاق القاهرة واتفاق الشاطئ وإشراك المرأة. لأنه إذا تحدثنا عن مصالحة مجتمعية نتحدث عن قيم تسامح، قيم قبول آخر، قيم مسامحة. هذه القيم لن تتمكن من تنفيذها في المجتمع إلا من خلال إشراك المرأة. لذلك تطالب طالبة حركة النسائية، وما زالت تطالب، بضرورة إشراكها في لجان المصالحة لإنجاح أو الإتمام عملية المصالحة. نعم، يعني تحدثت عن تجارب كثيرة في سياق هذا الحديث، تحدثت عن تجربة انتخابات المجلس التشريعي السابقة، وتجربة المرأة فيها كانت واضحة جدا، يعني كان هناك إنجاز لكن ليس بالحجم المطلوب. كيف من الممكن أن يعني نتجنب أي خلل حدث سابقا خلال أي انتخابات مقبلة؟ الآن عندما نتحدث عن هذه الفترة نتحدث عن فترة ربما يجب أن نستغل كل لحظة فيها لتهيئة المجتمع لأي متغير، وبالتالي ما الآلية التي يجب اتباعها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجازات لصالح المرأة الفلسطينية في أي انتخابات مقبلة؟ بالنسبة لقضية الانتخابات، لو آخر إحصائيات إحصاء المركزي أنه نسبة المرأة الفلسطينية في عام 2015 كانت آخر إحصائية تشكل 49.2%، نسبة المتعلمات من هذه النسبة 94.2%. إذا أنا نتحدث عن نصف المجتمع عددية، وهذا نصف المجتمع يشكل نسبة كبيرة متعلمة. يعني أنا لا أتحدث عن امرأة جاهلة، بل امرأة واعية بحقوقها، عندها الإمكانيات والقدرات على المشاركة في صنع القرار السياسي. قضية الانتخابات، حينما تم الانتخابات عام 1995 تم إشراك المرأة، شاركت في هذه الانتخابات 28 امرأة، 10 نساء كانوا بشكل مستقل، و18 امرأة نزلوا بانتخابات في القوائم الحزبية. للأسف تنجح يعني تمكنت من الحصول على مقعد المجلس التشريعي 5 نساء. لتجاوز هذه القضية تقدمت الحركات النسوية بمشروع الكوتة النسوية. الكوتة النسوية نص على التالي، أنه يتم منح النساء نسبة 20% من مقاعد المجلس التشريعي. في القراءة الأولى عام 2004، 31/8/2004 تم الموافقة على هذه الكوتة. ما بعد شهرين تقريبا، شهر 10، تم رفضها. قادت الحركة النسوية حملة إعلامية توعوية لإجبار والضغط على المجلس التشريعي لاعتماد نظام الكوتا. تم اعتماد الكوتا بمنح النساء 20%. المرأة خاضت الانتخابات عام 2006، وللأسف لم ينجح إلا 17 امرأة وضمن الكوتا. فيعني هذه الكوتا، اعتماد الكوتا، عزز من إمكانية المرأة ومنح المرأة فرصة للتعبير عن رأيها وإشراكها في القرار السياسي. أيضا مثل مثال آخر، في الضفة الغربية في المجالس المحلية، المجالس المحلية ما قبل الكوتا خاضت 50 امرأة الانتخابات، ما بعد الكوتا خاضت ما يعادل 130 امرأة. تمكنت من النجاح في الانتخابات 52 امرأة، 152 امرأة. إذن الكوتا منحت النسوة ثقة بإمكانية
الترشح وامكانيه الانتخاب، وبالاضافه لذلك ايضا منحت الاحزاب السياسيه بدمج النسوه في القوائم الانتخابيه. نعم، يعني اذا اردنا ان نتحدث عن موضوع المشاركه السياسيه بشكل موسع، هو بالتاكيد اي تقدم في هذا الموضوع يعتبر تقدم ولصالح الشعب الفلسطيني بشكل عام. الان كما ذكرتي هناك مطالبات لمحاوله اشراك المراه الفلسطينيه في كل دوائر صنع القرار، ما زال العمل على قدم وساق، لكن هل لدينا فعلا كم من النسويات المؤهلات لكي يعني يجلسن على كراسي صنع القرار ودون أن تكون هناك أي مشكلة؟ هنا لا أقلل طبعا من قيمة أحد ولا أقلل من قيمة الإنجاز التي حققته المؤسسات النسوية، لكن هو سؤال يجب أن نسأله حتى عندما نتحدث عن المشاركة الشبابية. هل هناك من يعني من الممكن أن يكون مؤهلا لأن يكون بهذا المنصب؟ لدينا، أعيد وأكرر أنه نحن مجتمع فلسطيني من أكثر المجتمعات العربية تعليما. نعم. والمرأة، أنا تحدثت اليوم عن أنه 94.8% عند نسبة متعلمات. إذا نتحدث عن فئة مثقفة، فئة متعلمة، تعرف واجباتها حقوقها. لدينا المئات، لدينا العشرات والمئات من النسوة القادرات على اتخاذ القرار وصنع القرار السياسي، ولدينا جزء أو عدد قليل من النسوة التي تتقلد المناصب السياسية وتمكنت من الوصول إلى المراتب الأولى، ولكن للأسف لم يتم منح هذه النسوة المشاركة في صنع القرار السياسي ومتابعته ومتابعة نتائجه. نصدم مرة أخرى في المجتمع الذكوري. بشكل أساس نحن بحاجة إلى تغيير في أنماط التنشئة الاجتماعية. نعم. نحن بحاجة إلى تغيير في الموروث الثقافي. الآن أنا حينما أسمح للمرأة بالمشاركة السياسية تكون هذه أول خطوة في تغيير هذا الموروث، انه هذا الكائن الذي ينظر اليه من مجتمع ذكوري ابوي عشائري لا يعترف بمواطنه المراه، يعترف بمواطنه منقوصه للمراه، يحدد امكانياتها ويحدد مهامها في جزء معين، ستنقلب الصوره للمجتمع ولكافه شرائحه الاجتماعيه. يعني احنا المراه بس بحاجه لفرصه مش اكثر. نعم، يعني دكتور عبير باختصار، ما المطلوب منا كنساء كي نتمكن من الحصول على أكبر قدر ممكن من الإنجازات؟ ونحن كما أشرت يعني نحن بحاجة إلى تغيير المجتمع، والموروث الثقافي أمر ليس سهل ويأخذ وقت طويل عادة، من أين نبدأ؟ بداية أو في الختام، بشكل أساس نحن بحاجة إلى تغيير في أنماط التنشئة الاجتماعية. نعم. كل علماء النفس يؤكدوا على أنه الإنسان تتكون شخصيته أول 6 سنوات. المنبر التعليمي الأول للطفل هي المرأة. نعم. فالعائق الأكبر يعني يقع على عاتق المرأة. تغيير النموذج التربوي في الأسرة بداية، ثانيا في المدرسة، في المناهج التعليمية. يعني على سبيل المثال الكتاب، أمسك يعني تشوف أي كتاب، مهمة المرأة صنع الطعام، مهمة نعم. الأب العمل وقراءة الجرائد. يعني إحنا بنزرع في أطفالنا مفاهيم مغلوطة من الأساس. فإحنا بحاجة لتغيير في المناهج. نقطة تانية أيضا يقع على عاتق المجتمع المدني. نعم. ضرورة التغيير في المجتمع المدني، وبالإضافة لذلك في سياسات الأحزاب السياسية والفصائل التي لا تمنح المرأة الدور المطلوب. نعم. النقطة الأهم أنه اعتبار هذه القضية قضية مجتمعية. قضية مجتمعية تهم الجميع. نعم. ولا يتم التعامل معها لأنها قضية نسوية تهم فئة معينة من المجتمع. تم نعم. الاتفاق على أنها قضية مجتمعية وتم نعم. العمل بشكل بمشاركة ما بين الرجل والمرأة، سنتوصل إلى نتائج مرجوة وتتمكن المرأة نعم. من المشاركة في صنع القرار السياسي ورسم ملامح الدول الفلسطينية. بالتأكيد أود أن أشكرك جزيلا دكتورة عبير ثابت، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كنت معي.
يعني مشاهدينا الكرام نحن بحاجه الى التغيير، دعونا نبدا بهذا التغيير انطلاقا من تغيير وضع المراه، تغيير وضع الشباب، اصدار قوانين وتهيئه المجتمع ومحاوله اعاده صياغه قوانين ربما حتى وان كانت قوانين شكليه لكي نبدا من جديد، نبدا بشكل صحيح حتى نضمن مستقبل امن وسليم. مشاهدينا الكرام الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامج بانوراما الساعه، في امان الله.